أمطار رعدية متوقعة على العديد من مناطق المملكة العربية السعودية في الأسابيع القادمة، وهذا موعد اعتدال الأجواء. كما نشاهد من هذه الخريطة، تبين الخريطة المرفقة أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأشهر القليلة القادمة، ويتوقع من خلالها بهطول أمطار موسمية أعلى من معدلاتها تقريباً بشكل واضح على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة العربية السعودية واليمن، ودرجات حرارة أدفأ من معدلاتها على أنحاء عدة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مع استمرار حدوث موجات الحر وبلوغ درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض الأيام. كما يتوقع أن تشهد أنحاء واسعة من القارة الأوروبية أجواء أكثر جفافاً من المعتاد وأدفأ من المعتاد، مع حدوث موجات الحر على فترات. وأخيراً يتوقع أن ترتفع فرص تشكل حالات مدارية في شرق بحر العرب خلال شهر أكتوبر بمشيئة الله. وننتقل إلى الخريطة الثانية كما نشاهد، وتتركز فرص الأمطار على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة في الأسابيع القادمة، وتمتد لأجزاء من غربها، وتشمل بذلك المرتفعات والتهامة والسواحل بما فيها مناطق المصايف، حيث تشتد الأمطار خلال شهر أغسطس وتبلغ ذروتها في الأسبوعين الثاني والثالث، وقد تطال حينها العاصمة المقدسة، وتتراجع الأمطار شهري سبتمبر وأكتوبر بالرغم من توقعات بحدوثها على فترات بمشيئة الله. وبالانتقال إلى هذه الخريطة، كما نشاهد درجات الحرارة متوقع أن تكون إن شاء الله قريبة مما عليه الحال في شهر يوليو، مع طقس شديد الحرارة في أغلب المناطق عدا المناطق الجنوبية الغربية التي يتوقع أن تشهد انخفاض على درجات الحرارة. أما في شهر سبتمبر فمتوقع أن تبدأ الأجواء بالاعتدال، خاصة في المناطق الشمالية لا سيما ليلاً، وتنخفض درجات الحرارة عن مستوياتها الأربعينية في أنحاء واسعة من المملكة، وتواصل درجات الحرارة انخفاضها شهر أكتوبر، حيث يتراجع مساحة تأثير الحرارة من 31 مليون نسمة إلى 18 مليون نسمة. كان معكم فريق طقس العرب في تحديث توقعاتها المتوسطة وبعيدة المدى التي تصدر بشكل شهري إن شاء الله، ودمتم في أمان الله.